عايزك عدى يبقى كده بس بس وقف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا. في الفيديو اللي عدى عملنا لكم ازاي انت تهش السلك على الواقف، عملنا لكم شرح للطريقة العملية، لان قبل كده في ناس كانت طلبت شرح بطريقة عملية، لان كان في فيديو سابق كنت عامله بالمية، انا كان فيديو نظري وشرح نظري عشان خاطر ان انا اوري لك وفي نفس الوقت ما ببوظش حاجة او ما هضرش حاجة، ولكن احنا النهارده بنعمل لك فيديو عملي من موقع العمل ومن واقع الطبيعة بتاعتك. تمام، عملنا لكم قبل كده في السلك ازاي ان انت تجيب ضرفة السلك وازاي ان انت تجيبها بطريقة احترافية علشان خاطر ما تسيلش معاك. جينا بقى لأصعب حاجة أو اللي دايما بتكون صعبة على الناس كلها، وهي ضرف السلسلة اللي زي دي. تمام، طبعا الضرف ديت أو شوية يا محمد، الضرف ديت طبعا بتكون من أصعب الحاجات اللي انت بترشها على الواقف وحتى على النايم كمان. طبعا الضرف ديت لما بترشها على النايم في ناحية منهم لازم تبوظ، لازم تغبر معاك، والسلك كذلك أي شغل على النايم لازم في الضلفة بتغبر او بتنطفي والضلفة التانية او الناحية التانية بتطلع كويسة جدا. فطبعا بالذات في السلسلة ده ممكن الناحية التانية تسيل منك لو انت شغال على النايم وهيحصل فيها مشاكل كتير. فازاي ان انت تجيبها على الواقف من غير ما يحصل معاك تسيل ولا يحصل معاك اي مشاكل، ده اللي هنعرفه النهاردة وده اللي هنعمله دلوقتي قدامكم بطريقة عملية. احنا بنعمل طبعا الناحيتين الاتنين على الواقف علشان خاطر انت تاخد الجودة بتاعة الدخل والخارج الاتنين يبقوا جودة واحدة، يبقى جوه زي بره. تمام، في الاول كده نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، نقول بسم الله. قلنا اول حاجه المسدس بتاعك، قلنا اول حاجه طبعا لو هتخش على الواقف بنطيب الجدار، بنفكر الناس بس بنطيب الجدار اللي انت هتشتغل عليه، لان الغبره كلها هتبقى على الجرايد، ولما الجدار بيتملي جرايد زي كده بيتملي بوها زي كده ممكن نحط عليه ورقه نلزقها عليه، يبقى كانك بدات من جديد. برضه هنوريكم دلوقتي، هات ورقه محمود. بعد كده احنا طبعا شغالين بقالنا فترة فعشان كده الحيطة ايه عليها بوهية. تمام، دي كده كده ما بتزعلش، انت لو شغال على نعمل البوهية دي كلها بطيئة في المكان اللي انت بترش فيه. اذا كده محمود كده احنا غطينا البوهية القديمة هي، ودي تبقى انت بدأت على شغل جديد اكنك لسه مفيش اي حاجة حصلت قبل كده. قلنا اول حاجة بنجيبها في الضفة فوق وتحت علشان ما نرجعش نشيك عليها بالفرشة. طيب قلنا تاني حاجة بنفتح الرواية بتاعتنا ديت، بتخليها تفرش معاك شمس، ما تخليهاش صاروخ، وبتكون بالطول بتظبط البوية بتاعتك من هنا ومن هنا. بتقفل المفتاح بتاع البوية ده لو المسدس بتاعك كبير، يعني المسدس اللي انا شغال بيه ده فوقية 2.5، فبقفل البوية من هنا عشان خاطر ما يهلكش معايا بوية كتير وما يطلعش بويه كتير، وبالتالي طبعا هتسيل معاك. يبقى اهم حاجه تظبط المفتاح بتاع البويه من هنا، بعد كده تظبط الرايه من هنا. على حسب المسدس اللي معاك هتلاقي فيه اختلاف في الشكل وفي هات القماشه ديت. ماشي، بعد كده هنيجي بقى للضرفه. اهو كده شويه، اول حاجه في الضرف السلسله ديت طبعا هي فيها مزانق كلام كتير، لو لفيت ورا المزانق ديت بالمسدس يعني لو ركبت المسدس مثلا كده، تمام، وكل مربع كده خدناه لوحده هتسيل من الجناب كلها من هنا والضرفه هتبوظ. تمام، فاحنا دلوقتي بنعمل ايه؟ هناخدها بميل زاويه 45 كده، وتكون ايدك سريعه اسرع من السلك واسرع من الشيش واسرع من الكلام ده، وهتيجي العكس وتاخدها تاني كده. يبقى انت كده جبت الحرف من الناحيه دي كده وجبت الحرف الثاني اللي هو ده. تمام، فاضل معاك ايه؟ اللي فوق واللي تحت. طيب وانت شغال في الطلعه في النازله انت جبت 80% من الحرف ده من فوق ومن تحت، يبقى انت فاضل معاك 20%. هناخدهم سرقه كده ايه برضه، وتخلي المسدس بتاعك بعيد، هنشتغل بطريقه عمليه ونشوف مع بعض. دي كده اول ناحيه خدناها الناحيه دي كده. كده طبعا ظهر من الناحيه دي ان الضرفه كلها جت بوهي. تعالى الناحيه الثانيه كده، هتيجي الناحيه دي هتلاقي الحرف ده مفيش حاجه جت عليه، يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان انت بتاخد مره كده والمره الثانيه هناخدها عكس كده. كده الضرفه جت من الناحيه دي، يبقى العده جه من هنا وجه من هنا والحلقه كلها جت. فاضل معاك اللي فوق واللي تحت.
هنيجي بقى اللي فوق واللي تحت، تمام؟ هتبعد المسدس بتاعك، ما تقربوش زي ما انت كنت شغال كده، زي ما انت كنت شغال دلوقتي، هنبعده يبقى بينه وبين الضلف مثلا 50 سم. مش هنقول 25 وانا هنقول 30، هنقول مثلا 50 سم، وهتاخدها عفرة كده. جبنا اللي فوق، نيجي بقى للي تحت برضه، هتاخدها شايفين المسافة قد ايه؟ 50 سم واكتر من 50 سم. كده الضلفة خلصت اهيت من كل ناحية، وما يبقاش معاك فيها تسريب، لان ديت من اصعب الضلف في الرش ومن اصعب الشغل اللي بيتعمل. نشتغل الناحية التانية بقى بطريقة عملية على طول. حضرتك تاخد بالك معايا وتشوف انا هشتغلها ازاي، لانها مش هتاخد باذن الله مش هتاخد دقيقة. هنيجي عند العصفورة ديت، لازم تحركها عشان هتلاقي تحتها بويه ما جاتش. تعالى نحل، تعالى كمان كده. ضفت السلسلة يا جماعة، خلصت ومفيش أي تريح ومفيش أي تخزين ولا أي حاجة، وتبقى الضفة كلها اخدت لون واحد، او خدت كميه البويه واحده متساويه على الضلفه كلها، تمام. بس وكده يا جماعه يبقى الفيديو بتاعنا، حاولت اختصره لكم على قد ما اقدر، وبحاول ان انا اسرع في الكلام معلش على قد ما اقدر علشان خاطر ان انا ما اطولش عليك، تمام. واتمنى يكون الفيديو فيه افاده. ان شاء الله اعمل لكم فيديو تاني للشيش برضه، واحنا مع بعض. السلام عليكم.